كيقولوا نقال نقا ما كيخليش قا. السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم مرسو الطبخ. غادي نشارك معكم ان شاء الله مجموعه من الاستعمالات ديال المناديل المبلله اللي كنستعملوهم للاطفال، ضروري يكون عندكم في البيت ديالكم، مفيدين جدا جدا جدا. ديالهم فقط 5 دراهم ولكن كينفعوا بزاف صراحه. اول حيله غادي نديرو قبل ما نبداو اننا نستعملوهم وهي كنجيبوا الخل للاستعمال الاول ان شاء الله. تخليوا سطح العمل دائما نقي انكم تمسحوه بمنديل مبلل. بهذه الطريقه هذه كتخليه يبقى ديما يعني نقي. الا بغيتو مثلا تعجنوا عليه او لا تقطعوا عليه خضر حتى هو كيكون نقي. استعمال اخر وهو انكم تمسحوا به اي طبله عندكم في الدار، يعني الطبله ديال المطبخ او لا الطبله ديال الاكل، فهو كينظفها وكيعقمها. الا بغيتو تشوفوا الشكل ديال هاد الطبيله قبل ما ندير ليها التغيير، غادي نخلي لكم فيديو في صندوق الوصف ان شاء الله. كتعرفوا هاد القريعات اللي كنوضعوا فيهم يعني يا اما العطريه او لا كنوضعوا فيهم هكذايا قهوه اتاي سكر، فهما كيتعرضوا للاتساخ مع البخار اللي تيكون في المطبخ. فمره مره ندوزوا عليهم هكذا مسحه بالمناديل المبلله باش دائما كيبقاو كيبانوا نقيين، وفيما خوات القرعه فاحنا كنغسلوها ولكن باش يبقاو ديما يبانوا نقيين. السوارث ديال الضو من الاشياء اللي تيتوسخوا بزاف الى يعني كثروا عليهم اليدين، فنظفوهم مره مره بهاد المناديل المبلله. يمكن تنظفوا بهم كذلك هكذايا ديكورات او لا يعني الى عندكم رفوف ديال الزجاج كيحيد الغبره، كيحيدوا هاد المناديل الغبار بطريقه اللي رائعه. كذلك شاشات ديال التلفاز فكما كتشوفوا عليهم واحد المجموعه ديال البصمات، فما عليكم الا كدوزوا عليهم بالمناديل المبلله فهما كيتنظفوا جيدا. يعني اي شاشه عندكم ديال الحاسوب او لا شاشه التلفاز كدوزوا عليها بالمناديل المبلله وكتعطي واحد النتيجه اللي زيانه. المبللة كذلك ينفعوا انهم تنظفوا به الرخام ديالكم، سواء ديال هكذايا اللي تيكون في الصالونات او لا في المطابخ، تنظفوا بالمناديل المبللة اي حاجة عندكم خشبية يعني كوفوزات او لا مكتب يعني الخشب كيلمعوا جيدا. كذلك ممكن انكم تنظفوا بهم لي بواني ديال البيبان او المقابض ديال الابواب، فهما من الاماكن اللي كتكون يعني كتجمع بزاف ديال الاوساخ للمنظر ديالها ماشي مزيان. ضروا كذلك تنظفوا بهم مسحوا اله الغسيل ديالكم اللي كما كتشوفوا عندي هنايا راها متسخه جدا. كتنظف جيدا وكتنقى كما كتشوفوا في الشاشه ديال الحاسوب رجعات نظيفه جدا ولامعه. تنظفوا به الفراش ديالكم هكا الجلد فوقيه هاد المناديل كتنظف الجلد وكتلمعو وكتخلي فيه واحد المنظر زوين. انتما كما كتشوفوا هما كيجمعوا الغبار
تعطيوهم لوليداتكم يمسحوا بهم اللوحه ديالهم، فهما كينظفوا الفترات يعني اللوحه اللي فيها لي فتر كينظف مزيان كما كتشوفوا. هذه راه سبوره كينظفوا احسن من هاد المساحات هادو، كينظفوا بهم حتى الاحذيه. شحال من مره يعني كنكونوا باغيين نخرجوا وكنبغيو ننظفوا هكذا الحذاء ديالنا ما كنلقاو باش ننظفوه، ف ننظفوه كنكونوا دائما المناديل احدانا وننظفوا بهم. حتى هذا المكان هذا اللي بسرعه كيتوسخ، ف الى داومنا على التنظيف ديالو فهو دائما غادي يبقى يعني اللون ديالو مزيان. وضعوهم حدا المغسله ديالكم ومره مره تبقاو دوزوا عليها، فكتخليوها تبقى يعني نقيه و يعني في حاله اللي مزيانه. كذلك الحقائب الجلديه ديالكم اللي يعني ما كتستعملوهاش بزاف وكتغبر مع الوقت، ف هاد المناديل كينظفوهم وكيلمعوهم في نفس الوقت كيفما كتشوفوا. يعني اي نوع ديال الحقائب ديالكم فهما كيتنظفوا جيدا فوق مقعد الحمام باش وليداتكم حتى هما يستعملوهم باش ينظفوا بهم الكرسي ديال اللي كيستعملوه في الحمام باش يتعلموا انهم ينظفوه فوق ما كملوا منه ينظفوه ويرميو هاد المناديل، ديروا لهم بوبيل بقاو يرميوهم هكذايا في سطل المهمله. استعملوا المناديل المبلله باش تمسحوا الهواتف ديالكم، اكيد انكم كتعرفوا انه الهواتف كيجمعوا كميه هائله ديال الاوساخ، ف كدوزوا عليهم بالمنديل مبلل وكتنظفوا مزيان وكيعطيو نتيجه اللي رائعه جدا. نتمنى هاد الاقتراحات اللي عطيتكم يكونوا نالوا اعجابكم ان شاء الله، وما تستغناوش على المناديل المبلله في البيت ديالكم، خذوهم معكم كذلك الا كنتو خارجين في نزهات او لا كنتو مسافرين فغادي تحتاجوهم بزاف بزاف، لانهم كينفعوا صراحه اللي عنده اطفال، ف يمسحوا لهم يديهم تمسحوا لهم حوايجهم كينفعوا بزاف بزاف صراحه ما خصهمش يخطاوكم. وبهذا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو، الى عجبكم هاد الاقتراحات ما تنساوش تخليو ليا واحد اللايك وتعليق اسفل الفيديو، والا كنتو جداد في القناه ما تردوش بالاشتراك وتفعيل الجرس باش دائما توصلوا بالجديد والمفيد، والسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله.